سنة 89 الرئيس مبارك كان بيزور الولايات المتحدة، ووقتها بوش الأب كان رئيس أمريكا. وبعد اللقاء الرسمي بوش خد مبارك يتمشوا في حديقة البيت الأبيض، وفجأة سأله: أخبار أبو غزالة إيه؟ مبارك اندهش من السؤال وقال له: ده الراجل بتاعكم. بوش الأب رد وقال: لا، مش الراجل بتاعنا، ومن الأفضل يسيب منصبه في أقرب وقت. الرئيس مبارك معلقش، وتصادف بعد كده انه قابل الرئيس العراقي صدام حسين. صدام شكره على دعم مصر للعراق في الحرب مع ايران، وقال له: ابو غزالة عمل دور كبير قوي معانا. مبارك استغرب من الجملة الاخيرة، وصدام حس بده فقال له: اللي عمله في تطوير الصواريخ غصبا عن الامريكان شيء عظيم. الرئيس مبارك اندهش لانه ما كانش يعرف حكاية تطوير الصواريخ دي. وهنا صدام قال له: سيادة الرئيس، اسمح لي، انت رئيس الجمهورية ولا ابو